تدابير الرئيس قيس سعيد الاستثنائية ما زالت تطغى على المشهد السياسي التونسي، تدابير ما زالت ردود فعل الأحزاب والمنظمات تتوالى بشأنها، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الأخير. ورغم موقفه المتحفظ من بعض إجراءات الرئيس، فإن الإسراع في تشكيل حكومة ذات صلاحيات ما زال أهمية قصوى في نظر الاتحاد. بالنسبة لبيان اتحاد الشغل حول إجراءات الرئيس اللي أعلن عليها نهار 22 سبتمبر، نرى أنه بيان متوازن وفي تأكيد على دعم الاتحاد لمسار 25 جويلية مع بعض التحفظات خاصة بعلاقة بالتسريع بتشكيل حكومة. ورغم تأكيده مجددا على دعمه لإجراءات 25 من يوليو، فإن اتحاد الشغل التونسي حذر مما أسماه تجميع السلطات في يد الرئيس واحتكاره تعديل الدستور وقانون الانتخابات، وشدد على ضرورة أن يكون الدستور منطلقا ومرجعا رئيسيا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار موسع. موقف يرى البعض أنه متحفظ من بعض النقاط التي وردت في التدابير الاستثنائية، تحفظ من أحد أسبابه عدم تحديد الرئيس سقفا زمنيا لتلك التدابير. طول فترة تجاهل رئيس الدولة له والقرارات الأخيرة التي اتخذها والتي بدت للاتحاد وكأنها غامضة أو غير محددة وغير مثقفة زمنيا، هي التي دفعت لغة البيان أن تكون ذات مغزى تصعيدي، خاصة فيما يتعلق بضرورة تركيز حكومة فورا حتى تتم التزامات الدولة ومسألة الحريات والحقوق. ورغم تحفظ الاتحاد على بعض التدابير، فإنه جدد التأكيد على أن ما حدث في 25 من يوليو فرصة تاريخية للقطيعة مع ما قبله. ورغم حالة الجدل السياسي والدستوري الذي أثارته تدابير الرئيس الأخيرة بين متحفظ منها ومساند لها، يبدو أن قيس سعيد ماض في إجراءاته ويترقب الجميع خطوات أخرى، سواء ما تعلق منها بتشكيل الحكومة أو طرح الرئيس خطته للإصلاحات السياسية. إبراهيم حسناوي، سكاي نيوز عربية، تونس.